Welcome to channel. My car. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناة ميكار. كيف ما شفتوا في العنوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على سيتروين سي 3، سيارة غنية عن التعريف، بزاف الناس كيعرفوها لان امتد التصنيع ديالها ما يقارب عقدين من الزمن. اول نسخة بانت من سيتروين سي 3 سنة 2002، امتد الانتاج ديالها حتى 2009، توقف التصنيع ديال النسخة الاولى بتجديد نسخة ثانية سنة 2009 اللي امتد التصنيع ديالها حتى سنة 2016، وكيجينا الجيل الثالث سنة 2016 وامتد التصنيع ديالو حتى لسنة 2020. وسنة 2020 جانا هاد الشكل الجديد ديال لا تخوازيام جينيراسيون ديال سي 3. إذا نمرو حاليا لمراجعة السيارة. فرض الفعل ديال أغلب الناس ملي كيفكرو في اختناء سيارة استعمال اليومي كيجيهم على بالهم شموع السنة بامتياز واللي هم توجو دو سويت رونو كليو 5 و سيتخوين سي 3، نظرا للترتيب ديالهم في حجم المبيعات الوطنية. باش تبقى محافظة على مكانتها في السوق كان لازم على سيتخوين تواكب العصر تجديد هاد السيارة، وجات بشكل جديد. وبقوا معنا نكتشفوا الاختلافات وشنو هو الجديد. فالواجهه الاماميه ديال السياره كتمثل مرحله جديده عن سيتروين، شكل جديد اللي غادي تلقاوه في جميع انواع السيارات من هنا لقدام. بالنسبه للاضواء مازالين على شكل جوج طبقات، لكن هاد جوج خطوط من الكروم ما بقاوش بشكل متوازي بل ولاو نازلين من الجانبين. حتى اضواء الليد اللي حتى هما خداو شكل جديد. واخيرا شبكه التهويه اللي تغير الشكل ديالها نسبيا. لي جونت جاو بشكل جديد متوفرين ب 16 بوس، كذلك تغيير خفيف على مستوى الحزام الجانبي اللي خداو شكل جديد، ومازالين محافظين على المهمة ديالهم اللي هي حماية الأبواب من الخدوش. السيارة من الخلف ما تغيرتش مع إضافة ازدواجية الألوان جديدة موازاة مع تحسين السيارة. كان على سيتخوين تغير بعض الأمور بحال نوعية البلاستيك مثلا المستعمل في مقصورة السيارة، لكن للأسف هاد الشيء ما وقعش، بقات نفس نوعية البلاستيك المستعملة في النسخة اللي من قبل. على أي التعديلات اللي قامت بها سيتخوين كيركزوا على ثلاثة الأمور واللي هي ترقية البرامج الإلكترونية في السيارة، تحسين وسائل الراحة بالمقصورة الداخلية، تجديد أنظمة واقي الصدمات. فالشاشة اللامسة اللي كانت في النسخة السابقة تم ترقية برنامج التشغيل لتصبح أكثر استجابة من حيث السرعة مع إبقائها بنفس الحجم اللي هو 7 بوصة، مع إمكانية التناسق مع الأندرويد أوتو والأبل كابلي، مع إضافة خاصية زاوية الخطر بالسيارة اللي زادت من عوامل الأمان، مساعدة على طلوع المرتفعات، بإضافة تفاصيل جدال على مستوى لوحة القيادة، ولاو مريحين أكثر باستعمال مقاعد أدفانس كونفور ديال سيتخوين اللي غني عن التعريف. اما الباقي ما تغير بالنسبه للراحه داخل السياره، تخدم بطريقه اللي توفر مساحه كافيه لخمسه ركاب، وهذا يحتسب للشركه، هذا كيتعتبر نقطه قوه امام المنافسين. فاثناء القياده اول ملاحظه هي ان صوت المحرك داخل المقصوره الداخليه نقص بشكل ملحوظ، خصوصا اثناء تغيير وزياده السرعه بفضل استعمال مواد عازله للصوت والحراره من نوعيه جيده. هذه النقطه امتياز بالنسبه للسياره اللي ما كنلقاوهاش في السيارات الاقتصاديه، هذه خاصية خاصة بالسيارات أعلى من هذه الفئة. ندوزو حاليا لمحرك السيارة. أول ملاحظة هي غياب فئة البنزين بالمغرب، وهذا كيوضع علامة استفهام. هذا السؤال موجه للوكيل الحصري للعلامة التجارية سيتخوين بالمغرب. نمر حاليا لنسخة ديازل. فالمحرك ما تغيرش، بقى نفس المحرك في جميع الفئات. نعطي واحد النبذة على المحرك. المحرك هو من سعة 1.6 HDI، تكنولوجيا HDI غنية عن التعريف، بزاف الناس كيعرفوها. إلا بغيتو تعرفوا عليها أكثر يمكن لكم تخليو لنا تعليق وندير لكم فيديو خاص على هذا المحرك ديال HDI من شركة بيجو سيتخوين. القوة الجبائية هي 6 دلخيل، القوة الحصانية 92 دلخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10.8 ثواني. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. السيارة متوفرة في ثلاثة نسخ ديازل واللي هما شيل بيزنس وشيل باك وشين باك. نمرو حاليا لثمن السيارة وعروض تخفيض. فبالنسبة للنسخة الأولى شيل بيزنس، الثمن ديالها في الأيام العادية هو 180 ألف درهم و900، الثمن من بعد تخفيض هو 149 ألف درهم و900، تخفيض 31 ألف درهم. ندوزو للنسخة الثانية واللي هي شيل باك، فالثمن الحقيقي ديالها
في الايام العاديه هو 190 الف درهم، الثمن بعد التخفيض هو 159 الف درهم و900، بقيمه التخفيض وصلت ايضا ل 31 الف درهم. ندوزو لافينيسيون الاخرى واللي كتعتبر لوطغام في هذه السياره واللي هي شيمبا، فالثمن الحقيقي ديالها هو 190 الف درهم، الثمن بعد التخفيض هو 161 الف درهم و400، بقيمه التخفيض وصلت ل 29 الف درهم و500. كنبغي نشير لواحد النقطه الا وهي الاثمنه المدرجه بالقناه. كنأكد على ان الاثمنه اللي كنعطيو هي اثمنه حقيقيه من عند الموردين الرئيسيين للعلامات التجاريه، والفرق في الثمن هو راجع للوكلاء المعتمدين بمدن المملكه. فإذا حاولتي تقارن الاثمنه بين المدن غادي تلقى الفرق. ثاني حاجه هي الاقساط الشهريه، بعض الناس كيعقبوا عليها وحتى هي خاصه بمصالح ومراكز التمويل لهذا الغرض. واخيرا كنبغي نشكر جميع المشاهدين على التفاعل ديالهم مع المحتوى ديالنا، فاحنا كفريق مايكا كنحاولوا نبدعوا في تقديم الماده على اكمل وجه، وكنقدموا لكم المعلومه الصحيحه بامانه. وفي الاخير شكرا لكم كاملين والى اللقاء.